الرئيس السيسي يؤكد رفض التهجير القسري للفلسطينيين ويشدد على ضرورة توفير أماكن آمنة لأهالي قطاع غزة. رئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا يوجهان الشكر لمصر على الدور المحوري في قطاع غزة. بعد بدء سريان اتفاق الهدنة، تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية كل من بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا وألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وأكد أن اللقاء شهد عقد مباحثات ثلاثية مشتركة بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا والسيد ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد قمة ثلاثية بين السيد الرئيس وضيفيه للتباحث بشأن الأوضاع في الإقليم، حيث حرص الضيفان على الاستماع إلى رؤية مصر للأوضاع الجارية. وقد استعرض السيد الرئيس موقف مصر من التطورات في المنطقة، خاصة التصعيد في غزة، وأبرز سيادته الجهود المصرية المشتركة التي أدت إلى التوصل إلى اتفاق الهدنة الإنسانية في القطاع. وأكد السيد الرئيس على أهمية التحرك الدولي العاجل للعمل على الاستفادة من الهدنة الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية المطلوبة إلى أهالي القطاع، والعمل على إطلاق مسار سياسي للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وقد ثمن الضيفان الرؤية المصرية وأكد حرصهما على استمرار التشاور مع مصر باعتبارهما دولتي الرئاسة الحالية والمقبلة للاتحاد الأوروبي. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن تستمر الهدنة الإنسانية في غزة من خلال تسليم مزيد من المحتجزين لدى حماس وأيضا إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، شدد الرئيس السيسي على ضرورة إدخال مساعدات غذائية وطبية لإعاشة 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة. أشار الرئيس السيسي إلى استشهاد ما يقرب من 15,000 من المدنيين بينهم أطفال ونساء منذ 7 أكتوبر الماضي. تناولت مباحثاتنا خلال هذا اليوم الحقيقة مرحلتين. المرحلة الأولى بتتعلق بالتطورات اللي بتتم خلال هذه الفترة في القطاع من مواجهات عسكرية موجودة والنتائج اللي بتتم على الأرض فيها والإجراءات اللي احنا محتاجين نتحرك فيها بفعالية أكتر. واحنا هنا بنتكلم على احنا النهاردة بنتكلم على هدنة يعني مؤقتة لمدة 4-5 أيام، ونتمنى انها تزيد من خلال تسليم مزيد من الرهائن والأسرى اللي موجودين لدى حماس، وأيضا إدخال المزيد من المساعدات. وهنا أنا بتكلم على أن احنا محتاجين ندخل مساعدات أو إدخال مساعدات لإعاشة 2.3 مليون إنسان. 2.3 مليون إنسان محتاجين كل شيء، من المية للأغذية للمواد الطبية
لكل شيء عشان تقدر نتيجة الحصار المفروض منذ 7 أكتوبر وحتى الآن. إحنا بنتكلم على ناس بتعاني في القطاع من عدم وجود مياه الشرب صالحة، مفيش أغذية، مفيش مواد طبية، وطبعا تحت القصف اللي أفرز سقوط حتى الآن ما يقرب من 15,000، 15,000 من المدنيين، منهم أكثر من 5,500 من الأطفال وأكثر من 2,000 من السيدات. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك توافقا دوليا على رفض التهجير القسري للفلسطينيين مجددا، رفض مصر للتهجير أو لتصفية القضية الفلسطينية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، شدد الرئيس السيسي على ضرورة توفير أماكن آمنة في شمال قطاع غزة ووسطها وجنوبها تسمح بوجود فلسطينيين من أهالي القطاع. إذن احنا محتاجين خلال اللي احنا في حديثنا مع دولة رئيس وزراء بلجيكا ودولة رئيس وزراء أسبانيا على أهمية ان المجتمع الدولي يقوم بتقديم مساعدات تكفي إعاشة المدنيين او المواطنين اللي موجودين اللي بيعانوا من القطاع. دي نقطة. النقطة الثانية، تكلمنا ايضا على أهمية ان يبقى في مناطق آمنة، والمناطق الأمنة اللي بنتكلم عليها مش في جنوب القطاع، احنا بنتكلم على مناطق أمنة موجودة في وسط القطاع وشمال القطاع وجنوب القطاع، تسمح بتواجد الناس التي فقدت منازلها. واحنا هنا بنتكلم على تدمير مش أقل من 40,000 إلى 50,000 منزل تدميرا كاملا، وأكثر من 70,000 إلى 100,000 منزل تضرروا بشكل أو بآخر. وبالتالي احنا بنتكلم على مناطق امنه تسمح بإعاشة وتواجد هذه المواطنين. الهدف من كده ايه؟ ده كلامنا اللي احنا تحدثنا فيه، ان احنا نساعد القطاع على ان فكره تهجير الفلسطينيين مش بالتصريحات، لان اللي بيتم دلوقتي هو عمليا يجعل البيئه، بيئه الحياه في القطاع مستحيله، وبالتالي ده دفع او تهجير قسري بشكل أو بآخر إلى خارج قطاع غزة. وأنا أكدت وفي توافق الحقيقة، سواء كان في حديثي مع الرئيس بايدن في هذا الأمر، إن أنا قلت له إن هذا الأمر خطير، وهو أكد لي إن هو لن يسمح أيضا بتهجير قسري خارج القطاع. وهنا أيضا هذا الأمر تم تجديده مع أصدقائنا المسؤولين، رئيس دولة أسبانيا ورئيس دولة بلجيكا، على أهمية عدم التهجير القسري إلى خارج القطاع. وأنا من جانبي في مصر، أنا أكدت ده امبارح وبقوله النهاردة، إن إحنا في مصر لن نسمح بذلك. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر استقبلت 9 ملايين لاجئ، وأن هذا الأمر كان نتيجة ظروف مختلفة عن الظروف الموجودة في قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، أشار الرئيس السيسي إلى أن المرحلة الآنية أو العاجلة هي مرحلة احتواء التصعيد ومحاولة تهيئة بيئة مناسبة وتوفير مساعدات، لافتا إلى أن مصر قدمت حتى الآن ما يقرب من 70 إلى 75% من المساعدات التي قدمت إلى القطاع رغم الظروف الاقتصادية لمصر. احنا استقبلنا 9 ملايين، وده أمر كان نتيجة ظروف مختلفة عن الظروف اللي موجودة في قطاع غزة. اللي استقبلناهم عندهم مشاكل في بلادهم، مشاكل أمنية زي سوريا، ليبيا، اليمن، العراق، السودان، لكن بلادهم موجودة محدش هياخدها. لكن القطاع حاجة أمر مختلف خالص، وبالتالي ده أمر احنا قلنا إن ده بالنسبة لنا أمر لن نسمح به ولن نقبله، اولا للتهجير القسري او لتصفيه القضيه الفلسطينيه. وده في توافق دولي وتواجدت تفهم حقيقي من الاصدقاء تجاه هذا الموضوع المهم ايضا. اذا المرحله الانيه او المرحله العاجله اللي احنا بنتكلم فيها هي مرحله احتواء التصعيد اللي موجود ومحاوله تهيئه بيئه مناسبه وتوفير مساعدات. وانا بقول مره ثانيه، مصر بكل تواضع قدمت حتى الآن ما يقرب من 75% من المساعدات التي قدمت إلى القطاع رغم ظروفنا الاقتصادية.
وأضاف رئيس عبد الفتاح السيسي أن معبر رفح لم ولن يغلق من أجل السماح بدخول المساعدات وخروج المحتجزين وأيضا إخراج رعايا كل الدول مزدوجي الجنسية من غزة. أشار الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى أن مصر لم تعطل أبدا خروج الرعاية لأن الأمر مرتبط بموافقة الجانب الإسرائيلي والقوائم التي يتم التصديق عليها في هذا الإطار. جدا ليدخل مساعدات تكفي لإعاشة 2.3 مليون. معبر رفح لم يغلق ولن يغلق عشان نسمح بدخول المساعدات وخروج أيضا الرهائن والأسرى وأيضا الجنسيات اللي احنا خلال الفترة اللي فاتت عملنا على أنها تخرج من كل الدول الصديقة أو كل الدول اللي كان لها رعاية مزدوجة جنسية أو رعاية داخل القطاع. احنا بنتكلم على أكثر من 30 دولة، ومن جانبنا احنا ما عطلناش أبدا خروج الرعاية ديت لأن كان الأمر مرتبط بموافقة الجانب الإسرائيلي على خروج هذه الرعاية والقوائم اللي بتصدق عليها بهذا الإطار. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي وإدخالها إلى الأمم المتحدة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية، أكد الرئيس السيسي على ضرورة إحياء مسار السلام وأن يكون هناك حل للدولتين، ولابد من التعامل مع هذه القضية بواقعية وموضوعية حتى يتم التوصل إلى حل ينهي الألام. أيضا على مرحلة ما بعد الحرب، وأهمية أن أنا بقى مش هقول إحياء مسار حل الدولتين، لا، إحياء المسار ده فكرة على مدى 30 سنة استنفذت ولم تحقق الكثير. إحنا كمان عايزين نكون واقعيين وموضوعيين في الحل لهذه القضية التي تتسبب في ألم. إحنا النهاردة بنتكلم على 5 جولات صراع تمت خلال 17-20 سنة اللي فاتوا، سقط فيهم من الإسرائيليين من الفلسطينيين ما يقرب من 27,000 مدني، أغلبهم من النساء والأطفال. 27,000 مدني سقطوا خلال 5 جولات صراع. أرجو أن احنا ما يعني لا نغفل ذلك، وأن أسبابه هو أن الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان دايما ما بيصلش إلى تحقيق المأمول بأن يبقى في دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية. وقلنا أن احنا مستعدين يبقى هذه الدولة منزوعة السلاح، وأيضا في ضمانات بقوات، سواء هذه القوات من الناتو أو قوات من الأمم المتحدة أو قوات عربية أمريكية زي ما أنتوا عايزين، حتى يبقى نحقق الأمن لكلا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية. هنا بنتكلم على ان احياء المسار قد لا يكون هو الامر المطلوب بعد اللي احنا شفناه. نتائج تعثر هذا المسار على مدى 30 سنه بيقول لنا ان احنا لابد ان نتحرك بشكل مختلف عما كنا عليه، وهو الاعتراف بالدوله الفلسطينيه. We'll be right back.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك توجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن جهوده ساهمت في وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أكد سانشيز أن مصر كان لها دورا محوريا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يدعم دور مصر، كما أشار إلى ضرورة أن تستمر الهدنة الإنسانية، مشددا على ضرورة حل الدولتين والتوصل إلى حل شامل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. أكثر من 2 مليون شخص في غزة يواجهون ويلات الحرب، وبحضوري إلى مصر والحدود مع غزة من الواضح أننا لابد وأن ننهي هذه الكارثة الإنسانية. المساعدات الإنسانية لابد وأن تدخل إلى غزة بقدر كاف وبشكل منتظم، وكذلك في ظل كذلك فإن الوقف أو الهدنة الإنسانية يجب أن تستمر، وطلبنا من السلطات أن تتفاوض أو تتبادل وجهات النظر بشأن هذا الأمر بصراحة. وأننا نأمل أن الهدنة الإنسانية وأن الرئيس السيسي كان وراء هذا وأنه يصل في النهاية إلى وقف إطلاق النار. أود أن أشكر مصر على الدور الأساسي الذي تقوم به في ظل الحرب المستمرة في غزة. دوركم كان دورا محوريا لتوصيل المساعدات خاصة للفلسطينيين الذين هم أيضا كانوا بحاجة إلى المعدات الطبية وإجلاء المدنيين من الجنسيات المختلفة. هناك صراع مستمر على الحدود، وهذا كان جزء من الحوار فيما يخص أمن المنطقة، وأود أن أعرب التزام دولتي إسبانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله الذي يساند دور مصر. أننا ندعم السلطات المصرية في استجابتها للأزمة الحالية وخاصة توفير المساعدات الطبية. حوالي 4 أطنان من المساعدات سيتم تسليمها إلى المستشفيات هنا في مصر لتوفير المساعدات الطبية للمرضى القادمين من غزة. أعرب رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر ديكرو عن شكره لمصر على دوره المحوري في قطاع غزة، وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن أمله في استمرار وقف إطلاق النار الأيام القادمة، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك المزيد من المساعدات والدعم لأهالي القطاع. أبدأ بتقدم بالشكر الشخصي لسيادتكم لمساندتكم الشخصية في إجلاء ما يقرب من 100 مواطن بلجيكي من غزة بالأمس. مصر وسيادتك قد لعبتم دورا محوريا للغاية في هذا الصدد، ومن المهم توفير سلامة وأمان الأشخاص. على مدار أكثر من 6 أسابيع كنتم مساندون لهذا الأمر، وأننا نقدر المساعدة التي قدمتوها لنا، وهذه هي أحد أهداف زيارتي لكم ولدوركم المساعد. على مدار الأسابيع الماضية كنا نتحدث عن وقف لإطلاق النار، اليوم قد تحقق هذا أخيرا، فنجعل هذا ينفذ اليوم وعلى مدار الأيام القادمة. ما يقرب من 13 من الرهائن سيطلق سراحهم اليوم، هذه أخبار سارة، ولكننا بحاجة إلى إطلاق سراح المزيد من المزيد. أن وقف إطلاق النار المؤقت أمر مستحسن، ولكن وقف إطلاق النار دائم هو الهدف النهائي. ولكن هذه خطوة أولية، أننا اليوم سوف نتوجه إلى معبر رفح، والمزيد من هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة الإنسانية. شهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطورا على كافة المستويات، والتي تستند على تاريخ طويل من العلاقات. وفي الوقت ذاته يحرص الاتحاد الأوروبي على تعظيم العلاقات مع القاهرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة.
تنسيق وتشاور مستمر بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في المنطقة، إذ تتوافق الرؤى ووجهات النظر حول أهمية استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات من أجل استعادة الاستقرار. في هذا الإطار شهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والثقافية والإنسانية، والتي تستند على تاريخ طويل من العلاقات. فقد حرصت القيادة السياسية على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليمياً ودولياً. في الوقت ذاته الذي يحرص فيه الاتحاد الأوروبي على تعظيم العلاقات مع القاهرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة، في ظل يقين أوروبي تكون مصر ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا وحوض المتوسط. علاقات قوية أكد عليها الرئيس السيسي في العديد من اللقاءات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وتكللت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أيضا بالزيارة التي قام بها الرئيس السيسي التي تعد الأولى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في شهر فبراير من العام الماضي، حيث شارك في القمة الأفريقية الأوروبية. وعلى هامش زيارته إلى العاصمة البلجيكية، التقى الرئيس السيسي كذلك برئيسة المفوضية الأوروبية التي أكدت حرصها على التواصل المنتظم في ظل كون مصر شريكاً استراتيجياً مهماً للاتحاد الأوروبي، إلى جانب مباحثات مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تضمنت التأكيد على متانة العلاقات المصرية الأوروبية وتقارب وجهات النظر تجاه العديد من القضايا. واستمراراً لجهودها في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، إلى جانب العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية، قامت وزارة الخارجية على مدار العام بتنظيم عدد من الزيارات رفيعة المستوى، فضلاً عن انعقاد العديد من اللجان المشتركة وجولات المشاورات والمباحثات بين مصر والعديد من الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. خطوة مهمة في مسيرة الحفاظ على العلاقات وتدعيمها تحققت العام الماضي من خلال وثيقة أولويات الشراكة التي توجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027، فجاء اعتمادها في شهر يونيو 2022 من قبل وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال أعمال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي عقدت بلوكسمبورغ. تلك الوثيقة هي بمثابة إطار التعاون بين الجانبين حتى عام 2027، متضمنة التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا. استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كل من بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا وألكسندر ديكرو رئيس وزراء بلجيكا. يأتي ذلك فيما عقد أبو الغيط جلسة مباحثات مشتركة مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بمقر الجامعة العربية، ذلك لتناول تطورات الأوضاع في فلسطين في ظل الهجوم الإسرائيلي على غزة. وصل رئيس وزراء إسبانيا وبلجيكا إلى مطار العريش لمتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد لقائهما الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، وعقد لقاء صحفي ثلاثي مشترك خاص بتطورات الأوضاع في غزة والتأكيد على ضرورة تواصل إدخال المساعدات الإنسانية وحل القضية الفلسطينية والتوصل إلى حل شامل وعادل.
أفاد مراسل التلفزيون المصري بدخول شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح. وتحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، دخلت شاحنتان المقدمتان من مصر لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة عبر معبر رفح. أفاد مراسل التلفزيون المصري بوصول طائرة أردنية على متنها 45 طن أدوية إلى مطار العريش، مشيرا إلى أن هناك طائرة أخرى ستصل اليوم على متنها 30 طنا من المساعدات لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون المصري بوصول الطائرة 16 قادمة من السعودية على متنها أكثر من 38 طنا من المواد الطبية والغذائية والإيوائية. كما استقبل مطار العريش طائرة من سلطنة عمان تتضمن ما يقرب من 22 طن أغذية. وللمزيد من التفاصيل والمستجدات ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من أمام معبر رفح. مرحبا بك كريم، انقل لنا أهم وأبرز وما لديك من جديد. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بينما نحن نتحدث الآن ومنذ أقل من دقيقة وصل بالفعل الركاب الخاص برؤساء وزراء أسبانيا وبلجيكا الذين وصلوا الآن إلى بوابة معبر رفح المصرية بعد المؤتمر الذي عقدوه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك في القاهرة. تحركوا بعد ذلك إلى مطار العريش، وبينما نحن نتحدث الآن يستعدون لتفقد المساعدات المختلفة مع اليوم الأول والساعات الأولى لبدء سريان الهدنة الخاصة بين الأراضي المقاومة في فلسطين وأيضا قوات الاحتلال. جاءوا بالفعل يتفقدوا هذه المساعدات وأيضا يتفقدوا خروج مزدوجي الجنسية، وسيكون هناك مؤتمر صحفي من أمام بوابة معبر رفح المصري. يتحدث منذ صباح اليوم دخل بالفعل أكثر من 90 شاحنة من ضمن 200 شاحنة تم الاتفاق عليهم ضمن الهدنة لتدخل يوميا، بالإضافة إلى 4 شاحنات من الغاز و 130 ألف لتر من السولار. دخل بالفعل 4 شاحنات من الغاز وأفرغت شاحنتان حمولتهما في الجانب الآخر وخرجوا بعد ذلك. أيضا دخلت 3 شاحنات من الوقود بالفعل وتم تفريغ واحدة منهم وخرجت بعد ذلك من بوابة معبر رفح المصري. نتحدث عن دخول أكثر من 90 شاحنة من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية وأيضا شاحنات المياه. تسلم الهلال الأحمر الفلسطيني منهم 85 شاحنة بالفعل وجاري توزيعهم على قطاع غزة. وصلت منهم 3 شاحنات
إلى شمال قطاع غزة، وهذا المكان الذي كان يعني هناك تضارب في المعلومات حول إذا سيسمح بدخول هذه المساعدات إلى الأهالي في شمال قطاع غزة أم لا حسب قوات الاحتلال. كان هناك حواجز لمعنى هذه الشاحنات، ولكن وصلت إلى هذه الحواجز بداية شمال قطاع غزة 3 شاحنات بالفعل. أتحدث عن اصطفاف كبير جدا للشاحنات من أمام بوابة معبر رفح على يعني مدار مدينة رفح والشيخ زويد والعريش. رصدنا مئات الشاحنات تصطف في انتظار الإذن لدخول إلى بوابة معبر رفح المصرية. نتحدث عن حسب يعني مصادر في التحالف الوطني فأكثر من 577 شاحنة في طريقهم بالفعل إلى بوابة معبر رفح المصرية. وصل منهم عدد كبير، مئات من الشاحنات مصطفة أمام معبر رفح في العريش في الشيخ زويد في الصالة المغطاة، أيضا سيارات والشاحنات الخاصة بالغاز والشاحنات الخاصة بالسولار مصطفة الآن أمام بوابة معبر رفح في انتظار دخولها إلى الناحية الأخرى. نتحدث عن سيارات الإسعاف أيضا التي خرجت المصابين، خرج أكثر من 19 مصابا خرجوا بالفعل عن طريق سيارات الإسعاف إلى الأراضي المصرية. نتحدث أيضا عن مزدوج الجنسية الذين خرجوا عبر بوابة رفح، ولكن أيضا المختلف اليوم عبر الأيام السابقة ما يقرب من 50 يوما تقريبا من الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال على أشقاء في فلسطين. كان هناك بعض العالقين من الأشقاء الفلسطينيين هنا في الأراضي المصرية، وفور بدء سريان الهدنة سمحت السلطات المصرية بخروج العالقين يتوجهوا مرة أخرى إلى أراضيهم في قطاع غزة ليطمئنوا على أهلهم ويعودوا مرة أخرى إلى أراضيهم. عدد كبير من العالقين بالفعل عبروا عبر بوابة معبر رفح المصرية إلى الناحية الأخرى. وبعد قليل سنشاهد بالطبع سويا هذا المؤتمر الصحفي الذي سيقام لرؤساء وزراء بلجيكا وأسبانيا. يعني ربما هذا المؤتمر سيتناول ما تم مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا الحديث حول أهمية إدخال هذه المساعدات واستمرار ومحاولة مد الهدنة، خصوصا أن من المفترض حسب الهدنة سيكون هناك تبادل للأسرى في 4 من عصر اليوم، أي بعد قليل من الآن إذا أتم الطرفين الهدنة منذ صباح اليوم. وهو يعني ربما ما يسري الآن، لا يوجد يعني أي اختراق للهدنة إلا أشياء بسيطة رصدناها عبر أنباء في الأخبار، ولكن حتى الآن دخول المساعدات ما زال مستمر عبر بوابة معبر رفح، والتأكيد على أيضا دخول شاحنات الوقود والغاز الذين بالفعل أفرغوا حملتهم في الناحية الأخرى وخرجوا مرة أخرى. هناك أيضا شاحنات من المساعدات أفرغت حمولاتها بالفعل وخرجت إلى هنا، عادت هنا إلى مصر لتعيد تحميل مرة أخرى ما يأتي عبر مطار العريش الدولي. بالفعل أشكرك على كل هذه المعلومات الوافية الزميل كريم بيبرست مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من أمام معبر رفح البري. ما زالت الجهود المصرية مستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث تسعى مصر لتدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وللمزيد من التفاصيل يطلعنا عليها من مطار العريش الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية. أهلا وسهلا بكم وبكل السادة المشاهدين. لازالت الجهود المصرية مستمرة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في تدفق العديد من المساعدات الإنسانية. نتحدث تحديدا من مطار العريش، هذه النقطة وهذه الوجهة التي لا زالت تستقبل كل من يريد تقديم المساعدات من الدول المختلفة. نتحدث عن أن مطار العريش استقبل حتى الآن أكثر من 180 طائرة من 29 دولة و15 منظمة، ولا زالت كل المساعدات تتدفق على مطار العريش. لكن اليوم تحديدا هو يوم هام في مطار العريش وفي معبر رفح أيضا لدخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ وبدء تطبيقها منذ صباح هذا اليوم. فنتحدث عن أنه سيكون هناك تدفق عدد كبير من المساعدات لدخول أكبر عدد من الشاحنات عبر معبر رفح لقطاع غزة. إذا تحدثنا اليوم تحديدا داخل مطار العريش، استقبل مطار العريش عدد من الطائرات كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومن سلطنة عمان. استقبل مطار العريش طائرتين من المملكة الأردنية الهاشمية، إحدى هذه الطائرات على متنها 45 طن من الأدوية، وطائرة أخرى على متنها 30 طن أيضا من الأدوية. ويستمر تدفق المساعدات من
المملكة الأردنية الهاشمية، ثم كان هناك أيضا استقبال الطائرة 16 من المملكة العربية السعودية. هذه الطائرة يعني على متنها ما يقرب من 38 طن من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، وأيضا استقبلت طائرة أخرى بها سيارتين إسعاف، وستستقبل أيضا أو سيستقبل مطار العريش سيارة أخرى تابعة للمملكة العربية السعودية بها سيارتين إسعاف، فبالتالي يصبح إجمالي عدد سيارات الإسعاف 4 سيارات إسعاف مقدمة من المملكة العربية السعودية، مع استمرار بالطبع تدفق المساعدات عبر الجسر الجوي والبحري بالنسبة للمملكة العربية السعودية. أما سلطنة عمان وصلت طائرة أيضا بها عدد 22 طن من المواد الغذائية، وسيستمر أيضا في تدفق المساعدات لحين الانتهاء من 100 طن من المساعدات الغذائية من سلطنة عمان، ثم البدء في تدفق المساعدات الطبية مرة أخرى. فبالتالي هذه هي الصورة من مطار العريش اليوم، عودة إليكم مرة أخرى. قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة هشام مهنا أن الهدنة المؤقتة لوقف إطلاق النار تمثل بادرة أمل لسكان القطاع، مشددا على أن احتياجات الأهالي للمساعدات غير محدودة. وأضاف مهنا أن الهدنة تعطي الفرصة للفلسطينيين ولو لوقت محدود ذلك لتطبيب جراحهم ودفن شهدائهم ومحاولة إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. كما نرى مع حضراتكم وصول كل من السيد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز والسيد رئيس وزراء بلجيكا ألكساندر دي كرو إلى معبر رفح البري لبدء المؤتمر الصحفي المنعقد هناك.
You start? Yes. Okay. Okay. Thank you for being here with us today on such an important trip, and I would like to thank the governor and the minister and all the Egyptian government, the Prime Minister De Croo, and I conclude our trip to the region today at the Rafah crossing after two very intense days in Israel, Palestine, and Egypt. I think the Prime Minister will agree with me if I say that the trip has more than fulfilled all the goals we had set for ourselves. Was to engage. وكانت الأهداف هي أن نشارك جميع الأعضاء في نشر التضامن والسلام. نحن هنا في معبر رفح على مسافة قصيرة من منطقة تحدث بها العديد من التوترات وفي حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والإغاثية، ولذلك من الضروري أن يكون هناك وقف إطلاق نار لمعالجة الأزمة والوضع الإنساني الكارثي الذي يلحق بهذا الشعب. هذا الصباح في القاهرة توجهنا بالشكر للرئيس السيسي على الجهود الحثيثة لمتابعة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإدخالها إلى هناك، ونحن نسعى إلى إدخال المزيد من المساعدات الطبية والوقود إلى غزة هذا الأسبوع. مصر ورئيسها السيسي الآن يقومون بواسطة جيدة للغاية. أشكره شكرا جزيلا على جهود الوساطة الحثيثة الذي يتابعها. عقدنا العديد من الاجتماعات مع رئيس الوزراء نتنياهو لمتابعة الجهود التي يقودونها للرد على هجمات 7 أكتوبر، وطلبنا هذه الهدنة الإنسانية وطلبنا إطلاق سراح جميع الرهائن، فلجميع الأطراف الحق في الدفاع عن أنفسهم، ولكن أيضا في سياق احترام القانون الدولي الإنساني وعدم ارتكاب هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين. فنحن الآن نسعى إلى السلام، وهذا ما شاركناه مع رئيس الوزراء نتنياهو أمس. فيجب إنهاء هذه الحلقة من العنف والتي غيمت على المنطقة بأكملها لعقود، ويجب إحلال السلام بين إسرائيل وفلسطين. فلا يمكن العيش تحت هذا الحرب والمعاناة لمدة أطول من ذلك. جئنا إلى هنا لإحلال السلام والاستقرار، ولذلك يجب علينا زيارة القطاع وعرض مستقبل من السلام على الشعب الفلسطيني في غزة. فلا بد على إسرائيل أن يكون لها نهج شامل في معالجة الأزمة، وكذلك في الضفة الغربية وشرق القدس. والحل الوحيد هو حل الدولتين والالتزام بمعايير المجتمع الدولي. فالاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي دعوا إلى مؤتمر لإحلال السلام في أسرع وقت ممكن. فنحن نأمل في إحلال السلام لإسرائيل وفلسطين، ويجب أن يكون إسرائيل وفلسطين طرفا في هذا المؤتمر. فنحن على استعداد لإحداث ذلك وعلى تمكين حل الدولتين، فهو الحل الأمثل لإحلال السلام على المنطقة، ولكن لابد من إنهاء الاعتداءات أولا. فنحن
نريد حل وقف إطلاق النار الدائم من أجل إحلال السلام والاستقرار لهذه المنطقة الجميلة. شكرا جزيلا. شكرا بيدرو. زميلي بيدرو شانشيس نأتي هنا برسالة تضامن وإنسانية. على الناحية الأخرى من هذه الحدود هناك اعتداءات مرعبة، فهناك العديد من المدنيين تم قتلهم، وكالعادة الضحايا هم أكثر من النساء والأطفال. تمزقت عائلات وتمزقت مجتمعات محلية عديدة، فلإسرائيل الحق في الدفاع عن المدنيين، والهجمات المرعبة الإرهابية التي ارتكبتها حماس، فلا بد من إطلاق سراح جميع الرهائن البريئة. بالطبع سيحدث إطلاق سراح رهائن اليوم، ولكن يجب إطلاق سراح جميع الرهائن، فرجاء اطلقوا سراحهم جميعا الآن. يجب أن تنهي حماس الهجمات الإرهابية التي بدأتها في 7 أكتوبر، والعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل لإيقاف هذه الهجمات. يجب أن تحترم القانون الدولي الإنساني، فالعمليات العسكرية يجب أن تحترم القانون الدولي الإنساني، فقتل المدنيين لابد أن يتوقف الآن، فالعديد من الناس قد ماتوا بالفعل، فتدمير غزة ليس مقبولا، فنحن نرفض تدمير مجتمع بالطريقة التي تدمر بها غزة الآن. لدينا برامج غذائية وعديد من الأطنان الغذائية التي تسلم لشعب غزة الآن، فنحن نتحدث عن المياه والوقود والأدوية وأشكال أخرى من الاحتياجات الأساسية، فليس لدينا أي وقت لنضيعه قبل إرساء وقف إطلاق نار كامل. لذا يجب علينا أن نقوم بكل ما في وسعنا لإيصال هذه المساعدات إلى الناحية الأخرى من الحدود، وتبذل مصر كل ما في وسعها. وأود أن أتوجه بالشكر للإدارة السياسية المصرية على جهودها في هذا الصدد لإدخال المساعدات الإغاثية، فنحن نرسل الأدوية والأدوات الصحية، ولدينا المزيد من المساعدات ستأتي على مدار الأيام المقبلة. ولدينا رسالة هامة، وهي نعطيها هنا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، فإنه ليس هناك حل عسكري لهذه الأزمة، فيجب أن يتحدث الناس إلى بعضهم البعض، فالحل السياسي هو الحل الوحيد الممكن. علينا إيقاف المستوطنات في الضفة الغربية وإيقاف قتل المدنيين. علينا احترام القانون الدولي الإنساني والتأكد وضمان أن جميع الأطراف تلتزم بالمعايير والقواعد. وبالطبع يا بيدرو، نحن نأمل أن هذا المؤتمر يحدث بأسرع وقت ممكن، وأنا أخاطبكم جميعا. هنا مئات من المتطوعين يشاركون الرسالة التي نريد أن نرسلها هنا، رسالة الإنسانية والتضامن. يمكنني فقط أن آمل أن الحماسة التي لديكم هنا تقابلها نفس الحماسة في على الجانب الآخر، وأن تصل هذه المساعدات لمستحقيها من شعب غزة. هذا إيقاف النار، إطلاق النار المؤقت حل جيد، ولكن مسعانا هو وقف إطلاق نار نهائي ودائم. شكرا. Mr. De Croo, this is Mohammed Gad from Al-Qahira News. هذا محمد جاد من القاهرة الإخبارية. أود أن أسألكم سؤال. الوساطة التي قادتها مصر والولايات المتحدة وقطر، والتي أوصلتنا إلى هذه الهدنة اليوم، كيف ستدعمون هذه الوساطة لتمديد وقف إطلاق النار؟
لمدة مدة أكثر من 4 أيام. شكرا لسؤالك. فيوم واحد أمر جيد، 5 أيام أفضل، ووقف إطلاق نار كامل هو الهدف الأوحد. فنحن نبذل قصارى جهدنا لاستغلال هذه اللحظة لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين. فهناك 1000 شاحنة وتقف هنا، ونحن نسعى لإيصالها إلى الداخل، ومن ثم سنتحدث. فليس هناك حل عسكري للأزمة، هناك فقط حل سياسي. وأنا آمل أن وقف إطلاق النار يبدأ بعد آمل أن نستغل هذه الفرصة، وأن هذه العملية تؤدي إلى فرص عديدة. ليس لنا ألا نستغل هذه الفرص. أنا أتفق مع زميلي، وقف إطلاق النار هذا خطوة للمضي قدما، ولكنها ليست كافية. فالمجتمع الدولي اتفق أنه علينا السعي نحو وقف إطلاق نار نهائي للأغراض الإنسانية والإغاثية. وأود أن أسلط الضوء على أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على الهدن الإنسانية والممرات الإنسانية، وهذا أمر واجب على جميع أعضاء الأمم المتحدة. فأمل أن هذا وقف إطلاق النار وهذه الهدنة هي بداية نحو وقف إطلاق نار كامل، حتى نبدأ مفاوضات ومحادثات السلام وحل هذا النزاع ووضع حد لهذه الأعمال العنيفة ونشر الأمن والاستقرار وإيصال المساعدات الإغاثية. لكما رئيسي الوزراء، تحدثتما مع نتنياهو، هل ترون أي فرصة لإحلال السلام قريبا؟ هل أنت تشعرون بالتفاؤل أم لا بعد هذا الاجتماع؟ شكرا كارلوس على سؤالك. أعتقد أن الشيء الأهم هنا هو أننا نذهب إلى عقد هذا المؤتمر ولدينا أهداف لتحقيقها، والأول هو وقف إطلاق نار كامل واحترام قانون الدولي الإنساني وإيقاف هذه ردة الفعل غير المتناسبة التي تشنها دولة إسرائيل، ونعمل نحو تحقيق حل الدولتين الذي سيحل السلام والأمن والتعايش بين الدولتين إسرائيل وفلسطين. أعتقد أن هذه لحظة تتسم بالزخم، فيجب أن يشترك المجتمع الدولي في تحقيق حل دائم يمكن لجميع الأطراف الالتزام به، ويجب أن يوفر هذا الحل السلام والاستقرار والأمن والازدهار الذي يأمل الشعب الفلسطيني والإسرائيلي إليه. مؤتمر السلام يمكن أن يعقد فقط إذا اتخذنا خطوتين. الخطوة الأولى هي إطلاق سراح جميع الرهائن، وكذلك وقف قتل المدنيين الأبرياء. هذه هي الأولوية التي سنسعى إلى تحقيقها في الأيام المقبلة. لدي سؤال من بلجيكا. رأينا مئات من الشاحنات على الحدود، كيف لنا إيصال هذه المساعدات إلى من يستحقوها بالفعل؟ أولا أود أن أشكر السلطات المصرية وجميع من يعملون هنا على استعدادهم. ما أراه هنا على هذه الناحية من الحدود فأنهم يوفرون كل المساعدات الإغاثية الممكنة، فنحن نأمل أن تكون هناك نفس الاستجابة على الناحية الأخرى من الحدود.
فهذه هي النقطة الوحيدة هنا للعبور إلى غزة، فنحن يجب أن يكون لدينا أكثر من نقطة، يجب أن يكون لدينا نقطة تواصل من شمال غزة أيضا، من إسرائيل وليس فقط من مصر، ونأمل في أسرع وقت ممكن يجب أن يتوفر لدينا نقطة إيصال من إسرائيل. الكثير هنا يعملون على قدم وساق ويشعرون بالإحباط لعدم إيصال المساعدات والاستجابة الإنسانية إلى الداخل، وهذا ليس عدلا من جانب الحكومة الإسرائيلية، فيجب أن تكون الاستجابة تتصق مع القانون الدولي الإنساني واحتراما لحياة المئات من الأطفال والنساء الذين يعانون من تداعيات هذه الهجمات العنيفة. لذا علينا أن ندعو إسرائيل لتحقيق والالتزام بمبادئ الديمقراطية والالتزاماتنا نحو القانون الدولي الإنساني، ويجب أن تلتزم إسرائيل بذلك. لذا هذا ما أشعر به حيال تلك الشاحنات المتراكمة والإحباط الذي يشعر به مواطن غزة، فهذا ليس عدلا، ويجب أن علينا القيام بالشيء الصحيح وهو إدخال المساعدات الإنسانية لمن يستحقها. وفي هذه الحالة تعمل الحكومة المصرية على إيصال هذه المساعدات، ويجب علينا الوقوف وراء هذه الحكومة لدعم اللاجئين والمصابين الذين يأتون من غزة. أولا اسمحوا لي سيدي رئيس الوزراء، سأتحدث بالإسبانية. Más de 30 años sin que nada haya cambiado, usted ha prometido impulsar en la Unión Europea el reconocimiento del Estado palestino. Queríamos preguntarle si estaría dispuesto a que España haga ese reconocimiento de manera unilateral. Y, Prime Minister De Croo, the same question for you, please. Do you contemplate a unilateral هتعرف إسرائيل بدولة فلسطين؟ أعتقد أن اللحظة قد جاءت للمجتمع الدولي وخاصة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للاعتراف بدولة فلسطين، وأعتقد أنه سيكون من المهم أن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي أن نعترف بالدولة معا جميعا، ولكن إذا لم يكن الحال كذلك ستأخذ إسبانيا قراراتها. أولا الأولوية هي تحرير الأسرى والرهائن ووقف إطلاق النار، هذه هي الأولويات الآن، وهذا هو ما نسعى إلى تحقيقه لتخفيف معاناة المدنيين في غزة، ونحن نقوم ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الأهداف. كما قال بيدرو، يجب أن يجلس جميع الأطراف على طاولة الحوار والتحدث معا، ولكن الأولوية هي مساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى الإغاثة. فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، يقول العديدون أن هذا ليس حل مثاليا دون وقف إطلاق نار فوري ونهائي. ماذا تفعلونه حيال فرض إطلاق نار فوري وتام؟ منذ بداية هذا النزاع تحدثنا كثيرا وبفاعلية وطالبنا السلطات الإسرائيلية بالتوقف ووقف إطلاق النار بشكل نهائي، وهذا ما دعونا له منذ بداية الأزمة.
وقبل أي من حلفائنا من الدول المختلفة. فعلى جانبنا فنحن موقفنا ثابت وواضح منذ البداية، وهو إيقاف العنف وتنفيذ وقف إطلاق نار كامل والسماح بدخول المساعدات إلى غزة. كما قلت، اليوم لدينا وقف إطلاق نار مؤقت وسيصبح دائم في الأيام المقبلة إذا حررنا المزيد من الرهائن. هذه هي الخطوة الأولى. فالوقف إطلاق النار الدائم يأتي بتنفيذ هذه الخطوات، وهذا وحل هذا النزاع لن يكون بالعنف ولكن سيكون بالحوار. وأعتقد أن جميع الجوانب لديها مسؤولية تطلع بها لتحقيق هذا الهدف، وعليهم اتخاذ قرارات مهمة. من التلفزيون البلجيكي، ولدي سؤال قد يكون شخصي. لقد قضيتم يومين في هذه المنطقة، ما الذي تشعرون به وأنتم الآن عائدون إلى أوروبا؟ أولا نحن متفائلون ولدينا الكثير من الأمل، فهناك الكثير من المتطوعين الذين يمكنكم رؤيتهم هنا يريدون مساعدة من يستحقون المساعدة والإغاثة، ولكن هذا ليس كافيا. علينا العمل نحو وقف إطلاق نار تام، وهذه هي الرسالة التي نسعى إلى إيصالها. الرسالة الأخيرة هي لقد عانى الكثير من المدنيين، وإيقاف هذه المعاناة هي الأولوية الآن. إيقاف العداء والقتال وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات، هذه هي الرسالة الأولى والأخيرة التي أتينا هنا لإيصالها. بالنسبة لي، رأيت شاب يبلغ 19 عاما قابلناه في الكيبوتس في إسرائيل، عانى بالطبع من هذه الهجمات التي شنتها حماس، وكان يخبرنا أنه على استعداد لإعادة بناء بيته الذي ينتمي إليه. وبالطبع شاهدتم هذه الصور لكثير من الأطفال ينتظرون السماح بإدخال المساعدات إلى غزة. فكما قال صديقي هنا، نحن متفائلون لإعادة البناء، ولكن هذا الأمل لا يكفي، ولكننا نشاركه لأبناء إسرائيل وفلسطين معا. شكرا جزيلا. مشاهدينا، تابعنا مع حضراتكم مؤتمر صحفي لرئيس وزراء إسبانيا وبلجيكا من أمام معبر رفح الدولي، والذي أكد فيه رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أنه من الأهداف الرئيسية هي نشر التضامن والسلام، ومن الضروري جدا أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي هناك. كما أكد أن مصر ورئيسها يقومون بوساطة هامة للغاية، وتحدث عن مطالبته بإطلاق سراح الرهائن واحترام أيضا القانون الدولي والمعايير الدولية. تطرق أيضا بالحديث لأنه يسعى للسلام، وهذا ما شاركه مع الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أكد أيضا على أهمية حل الدولتين والالتزام بالمعايير الدولية. أما بالنسبة لرئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، فتحدث عن أنه هناك العديد من المدنيين قتلوا، معظمهم من الأطفال والنساء، وأيضا تحدث عن أهمية إطلاق سراح الرهائن من قبل حماس ووجوب احترام القوانين الدولية. ومن جانب آخر تحدث على أنه يرفض تدمير مجتمع كمجتمع غزة بهذا الشكل،
وقال أيضا أنه يقوم ببذل كل ما في وسعه لإيصال المساعدات. كما وجه أيضا الشكر لمصر ورئيسها على ما قدمته من مساعدات، وأيضا تطرق بالحديث على أنه ليس هناك حل عسكري لهذه الأزمة، هو فقط الحل الوحيد حل سياسي، وعلينا ضمان أن عليه ضمان أن كلا الأطراف تلتزم بالاتفاقيات. وأخيرا دعا إسرائيل بالالتزام بمعايير الديمقراطية، وتحدث عن أنه إذا تم تحرير المزيد من الرهائن من قبل حماس سيكون هناك دعوة لوقف إطلاق نار دائم. عقب انتهاء مباحثات القمة الثلاثية اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، قام الرئيس السيسي بتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، وهو محور موازن لمحوري المريوطية وكمال عامر. ويربط المحور الطريق الدائري الجنوبي تقاطع المريوطية وصولا لطريق الدائري الشمالي تقاطع منطقة المنشية، مرورا بأعلى شارع العروبة وترسا والهرم وفيصل بمحافظة الجيزة. عقب انتهاء مباحثات القمة الثلاثية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، وفي إطار حرص السيد الرئيس على المتابعة الدائمة لجميع الجهود التنموية في الدولة، قام سيادته بتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، وهو محور موازي لمحوري المريوطية وكمال عامر، ويربط الطريق الدائري الجنوبي تقاطع المريوطية وصولاً للطريق الدائري الشمالي تقاطع منطقة المنشية، مروراً بأعلى شارع العروبة وترس الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة. وأثناء التفقد توقف السيد الرئيس مع أحد المواطنين، حيث دار حديث ودي حرص خلاله السيد الرئيس على الاطمئنان على أحوال المواطن وأسرته. ولادك دول؟ آه. ربنا يخليهم لك. أخبارك إيه؟ بتشتغل إيه؟ شغال سواق. سواق إيه؟ شغال على عربية. عربية إيه؟ العربية اللي هي سوزوكي. بتعمل كام؟ بتعمل كام في اليوم؟ ليه؟ 100 جنيه، مرة 120 كده. بتاعتك العربية ولا شغال عليها؟ لا شغال عليها، سواق. سواق عليها. ازيك يا ست؟ ازاي صحتك؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا. منور البلد. انت اللي منور. ساكنين فين؟ البساتين. البساتين. بتدفع ايجار قد ايه؟ والله بدفع 1200. ليه؟ والله العظيم مصدقك، متحلفش، مصدقك. الحمد لله على كل شيء. طبعا طبعا. مش عايز حاجه؟ مش عايز حاجه يا سيدي؟ صحيح. خلي بالك عشان والله رايح اكشف عليهم واعمل ايه. ربنا يخليهم، ربنا يخليهم. مش عايز حاجه؟ الله يبارك لك. طيب سلام عليكم. صرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن السلطات المصرية تستعد الآن في منفذ رفح لاستقبال المحتجزين المفرج عنهم من حركة حماس بقطاع غزة، تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي. كما أعلن أن الجهود المصرية المكثفة قد أسفرت عن إطلاق سراح عدد 12 من رعاية تايلاند، بالإضافة إلى عدد 13 من المحتجزين الإسرائيليين من الأطفال والنساء لدى حركة حماس. إلى هنا انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري، ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد رفض التهجير القسري للفلسطينيين ويشدد على ضرورة توفير أماكن آمنة لأهالي قطاع غزة. رئيس وزراء إسبانيا وبلجيكا يوجهان الشكر لمصر على الدور المحوري في قطاع غزة. بعد بدء سريان اتفاق الهدنة، تدفق شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من مصر عبر معبر رفح. وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة الثالثة. دمتم في أمان الله.